الفنان حسن الرداد يوفي بوعده ويعيد إيمي سمير غانم للجمهور بعد غياب 5 سنين عن الجمهور. تعود الفنانة إيمي سمير غانم بمسرحية التلفزيون في موسم الرياض. المسرحية بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد وبدرية طلبة وسليمان عيد ومحمود حافظ ومحمد أسامة. وبتحكي المسرحية عن سيدة بتجري ورا الترند وسايبة بيتها وعيالها وجوزها في إطار كوميدي، وعن لحظات الرومانسية بين إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد. قال للفنانة إسعاد يونس خلال برنامجها صاحبة السعادة لحظة رومانسية، لقيت إيمي بتقول لي حسن أنا بقيت أحبك زي الكلاب. والمعروف إن الفنانة إيمي سمير غانم بتحب تربية الكلاب واقتنائها للكلاب. يا ترى ده لسه موجود بعد ما جابت ابنها فادي؟ أظن إن فادي استحوذ على كل